ساكني بلهجته الصنعانية الأصيلة وبحركاته المتناسقة مع ألحان الأغاني، يطرب الشاب صالح آلاف المتابعين له داخل اليمن وخارجه. يخفف المسعى وقف كيف أمل قلب الكريم. اشتهر صالح بن صالح المطري أو من يعرف باسم الشاب صالح بمقاطع الفيديو الغنائية التي يصورها بهاتفه وينشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أولها هذا المقطع. ناسين ما بيننا الاثنين، أنت الحكام يا ناسين ما بيننا الاثنين. كان هذا المقطع في أغسطس من عام 2021 نقطة انطلاق الشاب صالح في عالم الشهرة، وخلال عام واحد فقط تضاعف عدد متابعيه إلى أكثر من 45,000. يغني بصوته الشجي وجميع حواسه في آن واحد. يعزف له غالباً بآلة العود صديق بداياته الفنان بدر المليحي، لكن السامع للشاب صالح يشعر أنه يعزف على أوتار القلب بكفه التي تتمايل على إيقاعات صوته السنيداري. ولد الشاب صالح في صنعاء عام 1980، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. كانت بدايته بالإنشاد في الأعراس مع المنشد الكبير قاسم زبيدة، من ثم اشتغل في مجال الكورال مع أشهر الفنانين اليمنيين كأيوب طارش وعبد الرحمن الأغفش وفؤاد الكبسي وغيرهم. للشاب صالح أيضاً مسلسلات تلفزيونية مثل فيها، الأول مسلسل قلوب مقفلة، وبعده مسلسل تكتيك الذي كان له دور رئيسي فيه، وهو ما فتح له آفاقا واسعة بتسجيل عشرات الإعلانات الدعائية التلفزيونية والإذاعية. للغناء الصنعاني مساحة خاصة في قلوب عشاق هذا الفن، والشاب صالح دخل من هذا الباب ليجد آلاف المتابعين في انتظاره، لا سيما أنه يغني للفنان الكبير أحمد السنيدار الذي لم يقلد من قبل لصعوبة أدائه، وهو ما اعتبره بعض المتابعين تجديداً للفن الأصيل دون تغييره.